نقول مبروك، نقول ألف مبروك للأهلاوية تحقيق الثلاثية. ثلاثية الحقيقة أهلاوية تاريخية واستثنائية. والحقيقة قبل إنجاز الثلاثية والجمع بين دوري الأبطال والدوري العام وبطولة كأس مصر، الحقيقة لابد إن احنا نسجل شهادة تقدير للجيل ده من اللاعبين. الحقيقة أنا بعتبره جيل استثنائي، تتفق تختلف تحطه في مقارنات مع أجيال تانية كتير، لكن تحقيق الثلاثية المرة دي وعلى الرغم من أنها ثالث مرة بيحققها النادي الأهلي إلا إنه مختلف جملة وتفصيلا. موسم استثنائي، خدوا بال حضراتكم إنه الثلاثية دي بتحط النادي الأهلي في قمة ترتيب أندية العالم اللي حصلوا أو حققوا الثلاثية. نتكلم تقريبا في كل أندية الكوكب ده 21 نادي فقط قدروا يحققوا الثلاثية ويجمعوا بين دوري أبطال القارة بتاعتهم مع الدوري والكاس المحليين. 21 نادي على مستوى العالم، الأهلي بيحتل صدارة الترتيب فيهم مع أوكلاند سيتي، وبيجي وراه في الترتيب بايرن ميونخ وبرشلونة. لكن الحقيقة مش ده المهم، الأهم من ده هو الموسم والظروف اللي قدر النادي الأهلي أن يحقق فيها الإنجاز العظيم والكبير ده. إحنا متفقين أنه موسم صعب جداً وشاق جداً وطويل جداً، وفي مطبات كتير قوي. أولها طبعاً هي الإصابات أو الغيابات اللي كانت بأسباب كتيرة جداً، منها الإصابات ومنها الإيقافات ومنها ابتعاد أسماء كبيرة عن فرقة النادي الأهلي، ورغم كده الأهلي كمل مشوار. منها تغيير جهاز فني، منها تعرض الفريق ونجوم النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا لانتقادات شديدة جدا، ورغم كده قدروا يكملوا المشوار للنهاية ويوصلوا لتحقيق إنجاز أعتقد أنه يمكن يكون أو هيكون الإنجاز الأهم في تاريخهم، ولسه عندهم فرصة أنه يكون فيه المزيد. مبروك على كل الأهلاوية اللي بيتابعونا.